السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه عندنا موتور نيسان كاشكاي، هذه كاشكاي يعني الموتور هذا خاص 2 لتر 2 لتر بعلبة سرعة 4x4 يعني 4x4. هذه نيسان كاشكاي، هذا يسمى موتور جران تيربو، هو يعني سبيسيال، ماهوش شكل الموتورات العادية كيما الدي سي العادي، لا هذا 2 لتر 2 لتر. من هنا عنده هذا كاتين حديد، شان حديد، هذا السبور نتاعها من هنا، هذه البولي نتاع الموتور نتاع الكرنك، هذه البولي نتاع البومب اهو، هذا ما شدد التوندرات، وهذا الالترناتور اللي هو مولد الكهرباء. عندنا هنا من هنا البخاخات، هذوما البخاخات نتاعها، هذوما الجعب نتاع الزئ نتاع الديزل، هذه الجعب نتاع الريتور من هنا. هذا من هنا بلف التبخير، هذا بلف التبخير. نجيو من هنا، هذه علب السرعة كيما قلت لكم، علب السرعة 4x4 ست غيارات، هذه 4x4 ست غيارات. هذه حساس نتاع ال زوج حساسات، واحد تلقاه للتابلو، واحد للضوء الخلفي، هذا بلف التبخير نتاعها. هذه مضخة الديزل نتاعها اللي هي بومب اش بي، تجي في الاربراكام من تالي. هذه وهذه مضخة الهواء اللي هي شفط الهواء نتاع الفرامل. هذه هنا هذه حساسة نتاع الحرارة، حساسة نتاع الحرارة. من هنا هذه عندنا التيربو اللي هو هذا التيربو، هذا الكتروفان نتاع التيربو، هذوما كلهم. من هنا عندنا الدخول والخروج نتاع الزيت نتاع التيربو، عندنا هنا هذه ال يعني ال حساس الديزل في موتور نيسان كاشكاي 2 لتر حساس الديزل، هذا اللي هو كابتر بريسيون غازوال، تحمل منه شمعات لوط، هذوما الشمعات المحركة، شمعات تسخين محرك الديزل، شمعات تسخين يسموه بوجي بريشوفاج. هذوما البخاخات، أربع بخاخات. الحساس طبعا يجي في المسطرة، هي اسمها مسطرة، فما حساس من تالي، حساس من قدام، هذا الحساس السنترال اللي هو يتحكم في الضغط نتاع الديزل. من هنا الكور بابيون اللي هي الفراشة، حساس الهواء وحساس الجير. ومنا البومب اش بي هي تجي في الاربراكام، البومب اش بي يعني مضخة طرمبة المازوت تجي في الاربراكام من الخلف. حساس الكرنك او حساس البي ام هاش نتاع الموتور 2 لتر كاشكاي، اللي هو يجي في الكرنك من الخلف، يجي من تالي جنب تحت التربو، هذا يمشي مع الفيلبركان، ما يمشيش مع الفولون موتور. هذا الحساس هذا يعيش في الزيت في الفيلبركان مع الفيلبركان. وهذا حساس اللي هو يقول لك الزيت اوكي، اثنين يعني قرب بعض، هذا يجي هنا زيت كيف كيف، الزوز الزوز يجوا في البلوك ماهوش في الكارتير. هذا موديل، هذا ماهوش في الكارتير، اللي هو كابتر دويل يقول لك اوكي، وهذا كابتر بي ام هاش او كابتر فيلبركان او حساس الكرانك في محرك 2 لتر. وهنا هذا حساس الاربراكام، هذا حساس الاربراكام تاع 2 لتر، وهذا حساس الديزل اللي هو حساس ضغط الديزل اللي هو كابتير بريسيون غازوال. عندنا مجنب هذايا، نبدو بجنب هذايا، عندنا جنب هذايا، هذه الفراشة كور بابيون، هذه هي الحساس نتاع الهواء، وهذا ليجير، هذايا ليجير تابع ليجير، كل الحتة هذه تابع ليجير اللي يدور فيها الماء. الكتروفان هذه كيف كيف نتاع تبع الجير، هذا ستارتر اللي هو الدمرير او المارش. هنا هذه مبرد الزيت اللي هو ريفريجيرون، هذه هنا كركاس كلها نتاع نتاع البومب نتاع الترموستات، عاملين هنا ملوطه تحت مع بعضهم، عاملين هذوما مع بعضهم يسخنوا بالماء معاهم الترموستات معاهم. هذا حساس نتاع الزيت، وراهم هنا الفوق حساس نتاع الزيت. عندنا هنا هذا مصب الزيت، وفي نفس الوقت يخدم مقياس الزيت هنا في المكان هذا. عندنا هنا الفوق عندنا المسطرة هذه اللي هي
الرامب، وعندنا حساس نتاع الرامب اللي هو هذا حساس الرامب. فراشة نتاع محرك 2 لتر دي سي اللي هو نتاع نيسان كاشكاي، هذا هو محرك رينو اصلا موجود في كاشكاي وموجود في رينو. هذه الفراشة حساس الهواء بحذاها والجير حذاها، يعني ثلاث حاجات مع بعضها محطوطين في مكان واحد. هذه هنا منا فما ستارتر اللي هو دومير، وتحت منه مبرد الماء، وتحت منه ترموستا هذه، ومن هنا حساس الزيت. هذه في المحرك 2 لتر كاشكاي. الفوق هذه المسطرة اللي هي الرامب فيها حساس الديزل، والبخاخات الأربعة يجوا لفوق هذوما في المحرك هذايا 2 لتر نيسان كاشكاي نتاع سيارة 4 في 4 4 في 4. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.